السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس. اليوم غادي ندير معكم واحد المسمن ديال الفرن معمر بالحشوة ديال اللي كنديرو في مسمن عامر، كيجي رائع. نتمنى يروقكم. اللي كنحتاجو ليه واحد 5 الكيسان ديال الفارس، انا درتهم هنا مغربلين تقبلوهم، وكاس ديال الفينو مغربلين. كندير واحد ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة، ملعقة صغيرة، واحد ملعقة صغيرة ديال السنيدة، وملعقة صغيرة ديال الملح. غادي نعجنو المقادير بالماء في هاد العجانة. اللي ما عندوش عجانة يدير ايدو، يدلكها في القصرية عادية، يدلكها مزيان بايديه. انا عندي دابا العجانه، انا غنديرها في العجانه تندلكها مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. هذه عجينه مسمن عاديه. عندي هنايا من بعد ما عجنت العجينه خليتها ترتاح، العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه، يعني عجينه ديال المسمن العادي اللي كنديرو ديال المسمن. دابا عندي هنايا واحد فلفله حمراء وواحده حمراء وواحده خضراء، طحنت هنا قطعتهم هنايا في الهاشوار. البصله حتى هي بصيله وحده متوسطه، واحد الجزاره وحده حتى هي محكوكه، واحد نص ضري صغير ديال الثومه. دابا غادي ندير واحد شويه الزيت وغادي نشحرهم مزيان. دابا غادي نخليها انا نخلطها، درت شويه درت غير شويه الملح وشويه الزيت، شويه الزيت بلديه و روميه مخلطه وشويه الملح، صافي. ونخليهم دابا حتى يتشحر مزيان هادشي ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما بدات كتشحر لينا هاد البصله والفلفله والجزر ديالنا، درت لها واحد الملعقه صغيره ديال مرشه الحك. نحاولوا نجهدوا عليها البوطه مزيان باش ما تطلقش لينا داك الماء ديالها، تكون البوطه مجهده. غادي نزيد واحد الملعقه ديال البزار صغيره، واحد نص ملعقه ديال الكمون، وديروا حتى التحميره. انا ما متوفراش عندي، درت غير مرشه الحب. ديروا التحميره حتى هي الحمراء، نحركوا هادشي مزيان. بعد ما طاب لينا الخليط كيجي على هذا الشكل. انا درت شويه ملي طيب ديروا شويه القزبر والمعدنوس حتى الاخير، ودرت وحكيت شويه الفرماج، تحكوا عليه شويه الفرماج، وغادي نخلي على جنب بين ما وجدت العجينه ديالي وارتاحت، ونرجع معكم باش نشكلو ان شاء الله العجين. ها هي العجينه، ملي عجناها في العجانه كتجي على هذا الشكل، ها انتما ما مرخوفه ما قاصحه، يعني عاديه الطبق. دابا غادي نديرو دي بول صغار على هاد الشكل، درناه بالزيت باش متلصقش لينا في يدينا. دي بول غير صغار مكبرش، المهم غادي نبقى تنكمل كلشي، نرجع معاكم باش نشوفو. خليهم يرتاحوا شويه على هاد الشكل، غير صغار غير ديبول صغار، ما ديرهمش كبار على هاد الشكل بحال هكا.
نديرو على هذا الشكل. المهم غادي نكمل ونرجع معكم باش نديرو الحشوة ديالنا. غادي نقرصو القرص ديالنا اللي درنا بعد ما ارتاحو. غادي نديرو وحدة وسط وحدة. المهم اللي بغى يدير جوج اللي بغى يدير ثلاثة اللي عجبو يجيو. كنرقو الجناب مزيان حتى كيبان لينا السطح ديال العمل ديالنا. ناخدو الخليط ديالنا على هذا الشكل. غادي نخليوها على جنب. غادي ندير وحده هكا وحده اخرى حيت غنديرو وحده وسط وحده بهذا الشكل. نرقو مزيان بحال هكا هذا الشكل. ندي نفسي الزيت مره مره نقويو غير شي شويه. غادي نديرو هادي اللي دار لي صوص غادي نديرها بحال هكا. وغادي ندير عليها من هنا شويه الخليط هكا هكا بهذا الشكل. ناخذ قرصه واحده اخرى عاوتاني غادي نفس الطريقه غادي نديرو ليها هكا. هذا المسمن كيجي رائع بحال هكا في الكوتي. نديرو ان شاء الله الكوتي مسمن مالح. شوا ساهله ماهله. غادي ندير هنا شويه زويسه بحال هكا وغنديرو هنا الثالثه. دابا انا غندير ثلاثه. دابا الثالثه ما غاديش نديرو فيها الحشوه غنديروها عاديه على هذا الشكل بحال هكا. نديروها عاديه وغنقلب على هذا الشكل هكا. وغنسرحها مزيان هنا بحال هكا. وغنديرها هنا بهذا الشكل. سدو كاع الجوانب حاولوا معها غير بشويه باش ما تقبش لينا العجينه. وغادي نديرها حتى هي هنا. انا دابا درت ثلاثه ويوم اللي غادي نكمل غادي نرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما عمرتهم على هذا الشكل دابا غنديرهم في الفرن. دهنتهم بواحد شويه داك الزيت اللي بقى من الحشوه اللي درناها فيه. درت فيه واحد شويه الهريسه وشويه ديال الصوجا صوص الصوجا وشويه الهريسه وشويه شويه تحميره كندهنو به من الفوق. ودابا غنديرها في الفران على درجه 180 درجه. شعل عليها من التحت تطيب ونشعل من الفوق باش تحمر. وكنتمنى ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعيل الجرس وديروا ابوني. وكنتمنى تكبر القناه ان شاء الله وتحتى اللي طيب ان شاء الله. وغادي نرجع معكم باش نبين لكم الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. بعد ما خرجتهم من الفرن كيجيو على هذا الشكل. هانتوما كيجيو رائعين. كنتمنى تجربوهم وبالصحه والعافيه. وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو للاصدقاء والاحباب ديالكم والاهل والاشتراك في القناه
وديروا لايك وتعاونونا باش نكبروا هذه القناة شوية. وإلى فيديو قادم إن شاء الله. صحة وراحة.